قعدنا معكم بهدى وهن من بانوراما، وقفتنا التالية مستمعين عن اضطرابات التبول اللي ممكن تصيب المرأة وتصيب الرجل على حد سواء، لكن الأسباب مختلفة بين الرجل والمرأة. رح نتوقف مع هذا الموضوع، وبيسعدنا أنه يكون معنا الدكتور بدر المساعيد، استشاري تخصص دقيق ومشرف عام على وحدة المساعيد التخصصية للمسالك بمستشفى المشاري. دكتور أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا، وشاكر لكم الاستضافة وشاكر لكم الاهتمام بالموضوع. شرفتنا ونورتنا بالتأكيد. اليوم حلقتنا الله. طبية، متناولين موضوع بدنا نفهم من حضرتك شو هو، لما يعني شو بيشمل أو شو بتشمل كلمة اضطرابات التبول؟ ايوه، علشان نتكلم عن اضطرابات التبول لازم في البدايه نعرف ايش التبول الطبيعي. التبول الطبيعي ان الشخص يذهب بانتظام الى دوره المياه، يتبول بسهوله ويفرغ المثانه بشكل كامل، ويكون بين التبول المده مقبوله وهي عاده 3 إلى 4 ساعات بتحكم كامل، ويكون الاحساس بالتدريج. اي خلل في العمليه هذه يعتبر اضطراب للتبول. اضطراب التبول يشمل أن يكون في صعوبة في التبول، يكون في ضعف في خروج البول، يكون في تكرار زايد في البول، يكون في إحساس مفاجئ بالحاجة للتبول، الاستيقاظ ليلا للتبول، سلس البول وهو عدم التحكم في البول. كل هذه تعتبر اضطرابات تبول. نعم. قد ايه هي منتشرة عالميا بصفة عامة وبالمملكة السعودية بصفة خاصة؟ بالمملكة العربية السعودية اليوم عم تحكي، يعني ذكرت كتير من الاشياء اللي في بعض الاحيان الافراد ما بيكونوا عارفين انه هيدا مرض، بيعتبروه شيء طبيعي. نعم، الان في تخصص قائم بذاته لاضطرابات التبول، وهو تخصص فرعي من جراحة المسالك. اضطرابات التبول منتشرة بشكل كبير في على مستوى العالم. في السعودية قد تكون النسب عندنا مرتفعة أكثر، أكثر من 50% من النساء عندها نوع من الإلحاح في التبول أو تكرار التبول. نعم. 30 إلى 40% من النساء في السعودية عندهم نوع من عدم التحكم في البول أو سلس البول. نعم. الرجال ما أعرف دراسات قامت لتحديد هذه النسب، لكن أيضا منتشرة خصوصا مع وجود مشاكل البروستات سواء في الشباب أو التضخم الحميد اللي يحصل بعد عمر 50. فالمشاكل هذه منتشرة عندنا في السعودية أكثر. الآن لها تخصص قائم بذاته مثل ما ذكرت، سواء على عالميا أو حتى المختصين الموجودين في السعودية. نعم. ليه تقريبا المرأة كان واضح العدد وبالنسبة للرجل لا؟ هل المرأة بتروح بتعالج نفسها أكثر، بتشكي أكثر من هالموضوع، أو شو بالتحديد؟ لا، هو الحقيقة يعني توفر الدراسات فقط يعني. نعم. بالنسبة للرجال ما في دراسات متوفرة للشباب، لأعمار الشباب، لكن مثلا في تضخم الحميد البروستات بعد سن 50 هناك بعض الدراسات، وطبعا هي تزيد مع زيادة العمر. نعم. تبدأ بين سن 50 و60 تقريبا ثلث الناس ممكن يكون عندها تضخم حميد البروستات أو أعراض التبول التابعة لها، وتزيد هذه النسبة تصل 98% في الناس اللي بعد السن 80. نعم. لكن جميعنا متفقين أن النسب هذه عالية عندنا. نعم. شو الأسباب بالنسبة للمرأة وكيف بتحمي نفسها من المشاكل، من مشاكل التبول؟ نعم، طبعا هناك أسباب متعددة في النساء، من أهمها طبعا جزء منها ما نقدر نتحكم فيه مثل التقدم في العمر. عادة المشاكل هذه تبدأ بعد سن 40. نعم. جزء آخر له علاقة بكثرة الولادات، صعوبة الولادات. مجتمعنا الآن في عدد الولادات، أنا أتوقع يعني ما في دراسات محددة، لكن أتوقع أنه في نزول في عدد الولادات بالنسبة للنساء، وهذا قد يساعد على تقييم المشكلة بشكل معين. صعوبة الولادة أيضا تزيد من المشكلة. وجود الأمراض المزمنة مثل الكحة المزمنة، الإمساك المزمن، أيضا وجود أمراض أخرى مثل داء السكري، انتشار السمنة، كل هذه، قلة الرياضة، كل هذه تؤدي
إلى زيادة أو تفاقم المشكلات أو وانتشارها خصوصا في النساء. فكيف ممكن هي تحمي نفسها؟ مثل ما ذكرت، لو والله في عوامل إحنا ما نقدر نتدخل فيها، طبيعة جسم المرأة أو تقدم في العمر، لكن في عوامل أخرى نقدر إحنا نأثر فيها، مثل التحكم بداء السكري، التحكم في الإمساك المزمن، التحكم في الكحة المزمنة، الرياضة، العمل، بعض التمارين أثناء وما بعد الحمل. نعم. بالإضافة إلى القواعد اللي أنا أسميها دائما القواعد الذهبية سواء في الرجال أو النساء، الانتظام في التبول، المرأة ما تتأخر عن التبول. بعض النساء مثلا عندنا مشكلة كبيرة في وجود الحمامات العامة، مثلا في أماكن العمل، في المنتزهات العامة أو في الأماكن العامة، فتضطر أنها تحبس البول لساعات قبل ما تتبول. فالانتظام في التبول من أهم الأشياء. دائما أقول يعني حتى لو تأخذ مطهرات أو غطى كرسي أو حاجة، المهم أنها ما تتأخر في عملية التبول أو تحبس. كثرة الحبس لمدة تصل أحيانا 5-6-7 ساعات، نعم، على المدى الطويل تؤدي إلى التهابات، تؤدي إلى اضطراب عملية التبول. نعم. القاعدة الثانية شرب الماء بشكل كافي، ودائما المعيار هو لون البول. نعم. إذا كان لون البول مثل الماء أو أصفر فاتح فهذا مقبول، كل ما كان أكثر غامق فيكون معناها إحنا مقصرين في شرب الماء. القاعدة الثالثة أن تكون الباطنية كويسة، ما يكون فيه إمساك لأنه يزيد من مشاكل التبول. نعم. طيب هوني حكيت كيف ممكن تحمي المرأة نفسها، وهيدي القواعد الذهبية تنطبق على الرجل وعلى المرأة، ولكن ذكرنا أسباب تعرض المرأة لهذا الموضوع. الرجل شو الأسباب؟ لأنه بتصور أكيد أسباب مختلفة إلا العمر. أيوة. الرجال عادة مشاكل البروستات هي المشكلة الأساسية. نعم. إحنا عندنا في العمر من 20-50 يحصل التهابات للبروستات. نعم. وغالبا أكثر التهابات البروستات تكون التهابات غير بكتيرية. نعم. لكن مشكلتها أنها مزمنة، بمعنى أنها تستمر لفترة طويلة، تخف في أوقات وترجع في أوقات. بعد عمر 50 يبدأ التضخم الحميد للبروستات. نعم. ومشاكله في ضغطه على مجرى البول، وفي أنه يسبب صعوبة تبول، يسبب تكرار وإلحاح تبول. نعم. القواعد الذهبية مثل ما ذكرتي أنها تنطبق على الرجال والنساء. أعيدها مرة بسرعة: الانتظام في التبول، الانتظام في الإخراج، عملية الإخراج، وشرب الماء بشكل كافي. نعم. بالنسبة للرجال مهم جدا من الشباب البعد عن الإثارة الجنسية قدر كثرة الإثارة الجنسية قدر الإمكان، الحفاظ على حياة جنسية منتظمة وبعيدة عن أي علاقات خارج إطار الزواج. نعم. البروستات دائما أقول البروستات تحب المشي، تحب الخضروات، فالأكل الصحي مفيد. نعم. البعد عن كثرة الجلوس، القيام بالرياضة مثل ما ذكرنا، وأهمها المشي. نعم. كل الأشياء هذه ممكن أنها تقلل المشاكل أو اضطرابات التبول في الرجال. نعم. قبل ما ننتقل لموضوع الأطفال إذا لهم علاقة أو يصابون بهذا المرض ولا لا، خليني أسأل بالنسبة إلى المرأة والرجل، إهمال هذا الموضوع لوين بيوصلهم؟ يعني نهاية. أيوه. هو للأسف مثل ما ذكرت أنت في بداية الحديث أنه في ناس أصلا ما يتعرف أن هذه مشكلة. نعم. فهذا إحنا يعني دورنا في توعية الناس. في بعض المرضى يجيني في العيادة للسنوات مثلا يتبول كل ساعة أو ساعتين ويحسب أنه هذا شيء طبيعي. نعم. ما فيه عنده ضعف في خروج البول، بس طبعا الشخص ما يشوف غيره يتبول فهو يحسب أنه هذا طبيعي. نعم. فالتوعية جدا مهمة للتعرف أصلا على وجود المشكلة. بمجرد ما يتعرف على المشكلة دائما أنصح إنه إذا بدأ مثلا في الخط الأول من العلاجات وما نفعت إنه يتجه مثلا لتخصص لشخص متخصص في اضطرابات التبول، لأنه قد تكون مشكلته معقدة. نعم. وتستلزم أكثر من طبيب جراحة مسالك عام. فالتعرف على المشكلة وبدأ علاجها مهم جدا. إهمالها
قد تؤثر، يعني ممكن يوصل إلى فترة يحاول العلاج بس في تلك الفترة يكون تأخر أصلاً كثير من التأثيرات حصلت على مجرى البول وعلى المثانة، بحيث أن حتى فعالية العلاج وقوة العلاج ما يستفيد منها. ما بتأثر. مهم جداً بدء العلاج بشكل مبكر حتى نتجنب المضاعفات المزمنة. أهم المضاعفات المزمنة أن ممكن يحصل نشاط مفرط للمثانة، ممكن يحصل التهابات متكررة مزمنة في المسالك، ممكن يحصل سلس بول، ممكن يحصل لا قدر الله فشل في عضلة المثانة وانحباس بول. وممكن في مراحل متقدمة أيضا يؤثر على الكلى وعملها، ولا قدر الله يسوي نوع من الاعتلال أو الفشل في الكلى. فالمبادرة بالعلاج مهمة جدا. كل اللي ذكرته سواء ينطبق على المرأة أو الرجل، له علاقة بالعمر، له علاقة بأمراض يعني بتصيب كبار السن أو الناس اللي بالغين. ماذا عن الأطفال؟ ممكن يصابوا باضطرابات البول؟ بالنسبة للأطفال من أكثر المشاكل اللي تصيب الأطفال اللي هي العيوب الخلقية. هو موجود أصلا عنده مشكلة في مجرى البول، مثل الصمام يكون في مجرى البول بالنسبة للأولاد، بعض الارتجاع في البول من المثانة على الكلى سواء في الأولاد أو البنات، فأكثرها لها علاقة بالعيوب الخلقية. لكن دائما أنا أؤكد أن السن 3 إلى 4 سنوات هذا السن مهم جدا في تعليم الطفل كيف يذهب إلى دورة المياه، كيف يأخذ وقته في داخل دورة المياه، ما يستعجل لما يروح دورة المياه. بعض الأطفال يدخل أي كمية بول تطلع ويطلع بسرعة، ما تعود أنه يسترخي وريلاكس. النصيحة إذا شفت طفلك يركض لدورة المياه، إذا شفت طفلك يسرب بعض البول على ملابسه، هذا إنذار قوي جدا لوجود مشكلة في التبول في هذا الطفل، ولازم تراجع فيه المختص. ودائما المختصين الأفضل مسالك الأطفال. شكرا جزيلا دكتور على كل هذه المعلومات. إن شاء الله مستمعينا يكونوا استفادوا منا ويكونوا فهموا إذا عم بيعانوا من بعض الأعراض اللي حضرتك ذكرتها أنه لازم يروحوا ويزوروا دكتور مختص ويعالجوا هذه المواضيع ما يهملوها. شكرا جزيلا لك دكتور، يعطيك العافية. دكتور بدر يعطيك العافية وشكرا لكم الاستضافة.